مصطفى حجية المدرب المساعد للمنتخب المغربي أن حظوظ هذا الأخير للظفر ببطولة كأس إفريقيا للأمم رهين بالحفاظ على الروح الموجودة بين اللاعبين وعلى المستوى ذاته في الأداء، إلى جانب الرغبة في الفوز مثل ما هو الشأن بالنسبة لأول مباراتين بالبطولة. وفي المقابل أبان عن فخره بفوز المنتخب المغربي على الكوت ديفوار ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بهدف دون رد بملعب السلام بمصر، ونقل استحقاق المغرب للفوز في هذه المباراة دون أن ينتقص من قوة المنتخب الكوت ديفواري. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الرابعة بست نقاط بعد الفوز أمام ناميبيا والكوت ديفوار بهدف دون مقابل، في انتظار المباراة التي ستجمعه بجنوب إفريقيا يوم الاثنين المقبل. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.